مبروك أبطال آسيا، مبروك يا الهلال السعودي. تعلموا تعلموا يا عرب، يا فرق عربية تعلموا من الهلال السعودي في ملعب اليابان وفي ملعب أورورا وفي بلدهم وتدرسهم كرة القدم. الهلال قدمت مباراة في اليابان أجمل من التي قدمنا في السعودية، وأهداف ممتعة جدا، وكل اللاعبين كانوا في يومهم، كنتم رجال. وعندما يكون جميع لاعبي الفرق لاعبي الفريق في يومهم في نفس المباراة يكون ذلك الفريق مرعب. والهلال اليوم تسيدت المباراة و هكذا هكذا فعلت بأورا، هكذا عدبوهم وأخذوا اللقب بجدارة و طريق إلى كأس العالم للأندية. والهلال تقول لأي فريق الآن في كأس العالم للأندية تعال أمان ليفربول، تعال يا ليفربول نحن مستعدون. ممتاز، فكرة هائلة حقيقة. هذا شعار عنده أبعاد فيزيونومية وسيكولوجية وتجارية محضة حقيقة. نعم الاختيار حقيقة، هو العيطانة تكون كما عليك. أما عليك السلام عليكم الخوت، كتعاودوا هاني ناصحين فرحانين كلشي زين الله يحفظكم. كنتمنى اللي كيشاهدنا وكيعجبوا فيديوهاتنا يتابونوا ويفعل الجرس، شكرا لكم كاملين. انتهى النهائي الاياب، الاياب النهائي الذي جمع بين الهلال واورارا اوراوا اوراوا والياباني. المباراه اللي في الذهاب اللي كانت انتهت بواحد الصفر من تسجيل الهدف اللاعب كاريلو الذي كان تالق في الذهاب، وبكل امانه بكل امانه في مباراة اليوم هذا اللاعب أيضا تألق. أنا أظن أن أدكاليرو هذا سيكون ربح كبير للهلال في المستقبل، لأنه انفجر في الذهاب واليوم في الإياب أبدع، وكما قلت لكم تسبب في ورقات صفراء كثيرة للفريق الياباني، وبسرعته ومهارته وانطلاقاته كان دائما هو من يقود الهجمة المرتدة. اليوم كل لاعب في فريق الهلال قدم أجمل مباراة وكان في يومه، كل لاعب كان في يومه، وهذه المباراة الهلال أعطت من خلالها درس لجميع الفرق العربية التي تلعب النهائية الذهاب وإياب. عليكم أن تلعبوا في ملعب الخصم أفضل من ملعبكم. لماذا؟ لأن هذه مباراة العمر، عليك أن تقدم كل ما لديك، لا تذهب لملعب الخصم أو خارج جولتك وتبدأ تخاف وترجع للدفاع. لا، الهلال اليوم هي صاحبة الفرص الخطيرة، هي صاحبة التهديد، هي من استغلت الفرص، هي من أتيحت لها أكثر الفرص، هي من كانت مستحوذة على الكرة، هي من عندها فرص خطيرة، هي من عندها ضربة الأخطاء كثيرة، هي من عندها فرص سهلة ضيعتها. غوميز اليوم أزعجني كثيرا. غوميز فرص هو واحدة لو تتذكرونها التي قام بعمل بلوك بالصدر وضربها برجله، كرة سهلة يا غوميز، لماذا تضيع هذه الكرة؟ كنت خائف عند ضيعها، قلت الهلال سوف تندم على تلك الفرصة وستعاقب عليها، ولكن لحسن الحظ اللاعبين كانوا مركزين اليوم، مركزين في قمة التركيز. ما هذا التركيز الذي عندكم اليوم؟ أنا بصراحة أنا متعاطف مع الشوالي اليوم فقد أعصابه يا حبيبي، يرى فرص في النهائي من فريق يعني ليس في بلده، ويضيع فرص بالهبل وفرص لا يمكنك تضيعها أبدا. ولكن كانت مباراة ممتعة، استمتعنا جدا جدا، وتركونا حتى الدقيقة 70 ليأتي كذلك اللاعب أيضا جوفينكو أو جوفينو، ذاك اللاعب رائع 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 عالمي، حتى وإذا كان في الشوط الأول يضيع ويضيف زيادات من عقله ويريد أن يراوغ أكثر من 2 و3، مهم يعني يريد أن يضيف الإضافات، تلك الإضافات في كرة القدم بعض الأحيان لا يمكنك استعماله في مثل هذه المباريات. ولكن في الشوط الثاني تألق بكل صراحة، ربما تحدد معه المدرب وقال له هذه المباراة نريد فقط أن تكون حاسم، فقط لا نريد المراوغات، نريد الحسم. ورأينا كيف أعطى أسيست عالمي للدوساري الذي سجله، وأيضا الدوساري تألق اليوم، يسدد من خارج المرمى المحاولات كل لاعبين في الهجوم ضيع، وأيضا المدافعين يضيعون وسط الملعب كل ترى قلب الدفاع تراه في الهجوم يضيع. وايضا القائد، قائد الهلال هذا القائد يا حبيبي اليوم لعب ربما من اجمل مبارياته، يقطع الكرات يساهم في الهجمه، نشيط الله مبارك تبارك الله عليه اللاعب سلمان الفرج قائد الهلال، بكل صراحه قدم مباراه جميله. الاربع خطوط الدفاع قدموا مباراه جميله، وكي لا نغفل حقه تركته في الاخير هو الحارس اليوم الذي تالق في كرات في الشوط الاول او مع بدايه الشوط الاول كانت ستقلب الموازين، ولكن الحارس تألق وأيضا أنقذ كرات صعبة في الشوط الثاني. الكل يوم كان في يومه، المدرب الجماهير الأومي سيكونوا فرحين في السعودية بهذا الأداء بكل صراحة.
لعبوا واستحقوا. أغوميز أيضا ختمها في الدقيقة البدل الضائع 95 أو 93، ختمها وأعلن الفرحة رسميا والكأس رسميا للهلال. هذه مقدمة فقط للفرحة والأجواء ومن لعب جيدا، ولكن نتحدث عن المباراة. فالكل لعب، الكل منهم فريق دخل بخطة 4-3-3، ورأينا أن هذه الخطة هذه عندما تلعب فيها خارج الميدان وتكون يعني منتصر بواحد لصفر، القليل من المدربين يستعملون هذه الخطة وهم يعني ذاهبون بانتصار 1-0، يعني ضامنين أنهم فائزون. يعني ربما أي مدرب آخر سيلعب بخطة 5-3-1 أو 5-4 فقط، أو 5-4-1 عفوا، أو 5-3-2، يعني سيلعب بخطة تدرج دفاعية يريد أن يؤمن النتيجة. لهذا قلت لكم يا فرق عربية تعلموا من الهلال، ذهبوا لملعب الخصم وفائز ب1-0، يعني النتيجة ليست مضمونة، ويلعبون بخطة 4-3-3 والمتعة يعني الهجوم، لا يلعبون من أجل الدفاع. الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع، هذه هي خطة اليوم، ونجحت مع الهلال وفازوا ب2 في الواضح لك من النتيجة، يعني 2-0 خارج الملعب، يعني أن المباراة كان الهلال أفضل من الذهاب، ونعم استحقوا الفوز. وهذه الخطة رأينا فيها أن الدوسري وجوفينكو وغوميز تفاهموا اليوم في قمة التفاهم، ويساندهم كاريلو يصعد معهم دائما في الهجمة السريعة المرتدة والخاطفة، ولكن دائما تضيع. وأيضا اللاعب الكوري الذي صون أو لا أعرف ما اسمه الذي يلعب مع الهلال أضاع فرصا سهلة، فرصا أيضا كانت تكلف غاليا الهلال لو لم يسجلوا. أنا هذا هو مشكلة مع الهلال أو بعض الفريق، يضيعون السهل ويضعوننا يعني خائفون لا نعرف ماذا سيقع. لا، أحسم المباراة من الضربة الأولى، ضربوهم بالضربة القاضية، ولكن لا بأس. المهم هو أننا ظلوا في حتى 70 وفرحونا فرحة جميلة، والأزرق اليوم يفوز. و أيضا المدافعين اليوم لم يرتكبوا أي خطأ، بعد الكرة تصدى لها مدافعين ضحى بنفسه وتصدى لها، يعني رمى بنفسه أمام الكرة، لا يهمه ماذا سيحصل لها، المهم أن الكرة لا تمر. كل لاعب اليوم قدم يعني أعطى ليس فقط 100% من ما عنده، أعطى الأضعاف من 100% في الملعب، قدم روحه اليوم، كل لاعب أعطى روحه في الملعب وفازوا وفرحوا الجماهير وذهبوا لكأس العالم للأندية. وليفربول ماذا ستفعل ليفربول؟ الهلال يقول ليفربول انظر إلينا، نحن سنكون ند للند لك. وربما هذا الكأس العالم للأندية سيكون من أجمل كأس العالم للأندية من ناحية المنافسة في النهائي، يعني دائما المنافسة في النهائي يكون الفريق يعني الأوروبي يكون أفضل من الفريق، يكون أفضل بمراحل من الفريق الثاني. ولكن هذا الموسم أنا متأكد أن الهلال ستقف ند للند لليفربول، ستقول لها نحن مثلك والأفضل سيفوز، وربما ستصنع المفاجأة وتفوز بليلة، ربما بهذا الأداء وهذا المستوى اللاعبين. بكل صراحة هذا اللاعبين الشيء الذي يعيبهم أنهم في المباريات يعني اللي ما تتكونش عندها قيمة مثل الدوري، ويعني ما تتكونش عندها قيمة بحال هذه المباراة، تلعبوا بتهاون وباسترخاء وما تكونش عندهم ديك الرغبة وديك يعني القوة والصرامة وحال هذا النفس، يعني لا تكون عندهم، يكونوا مرخيين ويكونوا يلعبون بهدوء وليكونوا لا يهمهم. لو يلعبوا بهذه الطريقة وبهذا الحماس وبهذا الاندفاع وبهذه القوة الشخصية في جميع مباريات الدوري ربما سيفوزون بكل الدوريات، لأن الهلال عندهم لاعبين في أعلى مستوى من الحارس إلى الرأس الحربة غوميز، من الحارس يعني كل لاعب في أعلى مستوى من قلوب الدفاع الأظهر الوسط الهجوم القائد أيضا في قمة اليوم قمة الإبداع للقائد، واستحق أن يحمل الكأس، استحق بكل جدارة استحقه. يعني لو يلعبون ويركزون بهذا الأداء في المباريات كلها والله الهلال ستكون في مكان آخر. الاستهان بالخصم هو من يعيبهم في الدوري، وذلك ما كلفهم من مباراة النصر ويكلفهم نقاط كثيرة. المهم من هذا كله لا تحدث عن الدوري، عن المباراة اليوم اليابانيين لن يناموا واستصغروا الهلال، لا تعرفوا مع من تلعب زعيم يا الزعيم هذا يا حبيبي. وبكل صراحة مباراة متعة 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 جدا، استحقوا الكأس. أنا كنت متفائل من الذهاب، متيقن أن سيأخذونها لأن ذلك الأداء الذي قدمه في الذهاب حتى وإذا لم يكن مثل هذا الأداء تعيئيا، ولكن أظهر لك أن السعودية أقوى من أورار الياباني، والآن أثبتوا هذا واستحقوا الفوز والكأس لهم. ومبروك مبروك 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 مبروك، وتعلموا يا فرق عربية من هذا الأداء اليوم، تعلموا
دائما دائما كرة القدم العب من أجل الفوز، سواء في بلدك أو خارج بلدك، والعب كأنها مباراة العمر. والهلال اليوم لعب مباراة العمر، هذه المباراة لن تنسى أبدا أبدا أبدا، لأن الكأس أتوا بها من دولة غريبة وبأداء أجمل من ذلك الفريق وبمتعة أفضل من ذلك الفريق وبأهداف كثيرة. هذه هي جمالية كرة القدم، لخصها الهلال اليوم وأعطى درس 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 كبير جدا لجميع الفرق. هكذا العبوا، هكذا ستفوزون. مبروك عليكم والسلام عليكم.